اقل تقريبا واحد الشهر كيفاش غتكون عبد العالي، واش غنشوفوا عبد العالي واحد النهار غادي هذه السجاده وغادي الجامع غادي الجمعه هذا التسبيح كريم الساقه الخدام خدمات بحال المغاربه 2000 3000 درهم وعايش كما كنقولوا مسلك الوقت، وغنكون راجل غنجبدل الاحسن الاحسن، غنكون راجل غنكون خدامه تكون عندي ما نكونش نتاجر في اللحمي، غنكون راجل غنكون خدامه تكون عندي ما نكونش نتاجر في اللحمي. نقول لكم اقسم لكم برب الكعبه ما عمركم تشوفوا عبد العالي الريحاوي في ديك الحاله اللي كان فيها، غنتبدل وغنتوب لله عز وجل. حتى انا تخصصت المره الاولى انا عندي 9 سنين، المره الثانيه عندي 11 عام، يعني هادشي اللي خلاني ننتقم. عبد العالي دابا الطريقه باش تخصصت واش صدرجك شي واحد واش تبتزك شي واحد كيفاش اللي خلى هاد الحقد فيك؟ اختصموني من العائله، اختصموني من العائله، اختصموني من العائله. وتبقى قناه مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم. كنت واجد بالقلب مدينه الدار البيضاء مع المثلي المثير الجدل، لكن اليوم كما كنقولوا حلقه استثنائيه، حلقه غريبه نوعا ما، حلقه ليس كباقي الحلقات. اليوم عبد العالي بصدر مفتوح يحاول بغى يبدل حياته، لان الفيديو درناه استثنائي ماشي كباقي الفيديوهات اللي كيدوز هو، وكيحكي على كيفاش كيقضي الليالي ديالو وكيفاش كيحاول كما كنقولوا هادشي كنديروا لعب، لكن دابا عرف قيمته لان تعرض واحد العمليه اعتداء خطيره. عبد العالي اليوم انت معنا على قناه مغارب نيوز، مرحبا بك اول حاجه. ثاني حاجه هذا المنبر اول مره التحق بك، لانك انت كما قلتي بغيتي تبدل حياتك، وحنا بصفتنا كطاقم كصحفيون بغينا نساعدوك ترجع طريق الله، ان الله غفور رحيم. بغيناك توضح لينا وتوضح شو المغاربه كيفاش، لان بعض المغاربه يقولوا غاب غيدير عشاني البوز وبغى يقول غنبدل حياتي وما غيب، لكن ما عرفوش عبد العالي شنو طرا ليه. عبد العالي اللي كان على شويه كان يموت، عبد العالي وضح لينا ووضح شو المغاربه شنو. السلام عليكم، معكم عبد العالي الرحاوي. كنت في ثاني يوم من راس السنه 2022 كنت غادي مع 12 الليل 11 ونص تحركت من المدينه طالع البلاصه اللي كنعس فيها في الزنقه في جرده مردوخ، كنعس تماك عارف كان حضر تجولي ان البوليس الى حاولوا يشدوني غيدوني نبات، وانا مليت من كثرت ما شدوني البوليس كثرت ما دار ما كانوا البوليس كيشدوني وكيديوني نبات 48 ساعة مليت هذيك الحياه. قلت غنطلع نعس في جرده بكري، اللهم ندي معايا من نعاس وندي معايا من ناكل ونشرب ونعس حتى صداع عاوتاني وننزل. هكا حياتي انا كانت حياتي عذاب في عذاب، يعني ما كنتش رغم كانوا عندي الفلوس كنطلع الفلوس وداكشي كانت حياتي عذاب في عذاب، يعني ما كنتش كنشوف واخا كنضحك وداكشي ما كنتش كنشوف النهار الابيض، كنت عذب. غادي وصلنا في الزنقه ديال البرنس ديال البريزيدون في المدينه، تلقاو لي خرجوا لينا الشفاره بداو كيعيروا فينا وا 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 وا, وا. ما جاوبناهمش، هما هازين ملالس حيدوا لنا المانطا اللي كنعس بها، كنت واجد رغم انا كنعس في زنقه عندي مانطا، داو لي الساك ضربوني بجنويه حيدوا لي التليفون شعداو عليا الله ياخذ فيهم الحق، ضربوك حاولوا نوضحوا الراي العام. ضربوني ظهري على مستوى الاسفل الظهر على اليمين ديالي، ضربوني بموس 22 كيتسمى ب 22، ضربوني للدار عندي 120 غرزه ثلاثه طبقات، مقيوسه لي الكلوه بواحد سنتيم. ظن عبد العالي الاعتداء اللي رجعك للطريق يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وانه خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. عبد العالي حياتك اغلبيه دازت في الليل، دازت مع الناس، اغلبيه الناس ديال البرنس كيعرفوا عبد العالي المثير الجدال اللي ملقب بعهد، اللي ملقب عبير عهد كما كيقولوا هذوك الاسماء اللي كيحاولوا يلقبوكم بها، جواهر جوهره هذو بين الاسماء اللي كيلقبوكم بها. عبد العالي اليوم قصدتينا وقصدتي باب مغارب نيوز، جريدة مغارب نيوز، باش تحاول ترجع للطريق ديال الله سبحانه لان الله غفور رحيم. شنو واش بغيت تقول لنا؟ انا صافي اعتزلت هذيك الطريق ديال الليل والدعارة والفساد والشذوذ، صافي اعتزلتها بكل ندم. اعتزلتها بكل ندم حيت الله غفور رحيم. شوف انا كنطلب من الله انني الله عندي 24 عام والله بين لي انني باغيني باغيين بعد من الطريق لاني ما استفدتش منها والو. انا اكيد عبد العالي بكل جل المغاربه اللي شافوك دابا واللحيه وحوايج ديال الرجال، لانك تكتبان بواحد الماكياج كاع ما كيعرفوك الدراري واش دري واش دريه. دابا الان المغاربه اللي كيشوفوك حاول تقول لهم اي انا عبد العالي، وضح ليهم راني غنرجع لطريق الله. وضح انا عبد العالي خوتي المغاربه
انا راه كنت كنبان بواحد المظهر، انا ما كنتش، انا كنت كنستفز راسي اولا، كنت كنعير في راسي، ما كنتش ملومش المغربي الا داز من حدايا وكان كيعايرني ويسبني ويحتقرني، حيت انا درت ليه فين يعايرني. انا كنت كنلبس حوايج هدوم نساء، كنت كنمشي كنبتز الماره، كنبتز الرجال، كنبتز النساء، نبتز الدراري الصغار، كنت كنخلي الدراري الصغار يشوفوني. انا بصح انا ما كنتش كنقول انا عالم كاع لي الفيديوهات، كنت كنقول انا عاله على المجتمع، لا راه بصح انا اللي درت راسي فين نكون عاله على المجتمع. حلا كون كنت لابس حوايج الدراري غنكون عاله على المجتمع، ما غنكونش لابس، ما غنكونش عاله على المجتمع، غنكون خدام، غنكون مقاد حياتي، ما غنكونش متشرد، تكون عندي طريقه اخرى. لا ولكن الحمد لله منين تضربت، كيقول لك واحد المثل المغربي، تقوي الضربه اللي تبكيك هي اللي تقويك. الحمد لله الضربه هي اللي خلاتني نبدل حياتي للاحسن، انني كنت عارف راسي غادي كنستهوك، غادي كنضحك على راسي، يعني كنحتقر في الماره، ان ابني ضميري بزاف بزاف انني اكتبه اللغه العاميه، اكتباس على المره، كتدور ضرب هذا، تغوت هذا، تعير هذا وهذا هذا هذا، كي عرفت راسي انني انا باسل صح، انا ما خصنيش ندير داك الشيء. لا كما كنقولوا اعتراف بالذنب فضيله، انت اليوم بوج مكشوف اعترفتي لجل المغاربه بانك تقدر اشياء مقله للحياه، اشياء اللي مغاربه كتداصر عليهم. كما كانش عندي في بالي انني كننتقم، لكن لا انا كننتقم من كننتقم من المجتمع، كنقول المجتمع، حتى انا ماشي انا ما ذنبي حتى شي حاجه، انا تعرضت لحاله اعتداء، تغتصبت في السوق. تحاولوا تحل الامور واحد العالي، واش المجتمع كامل ولا بعض الناس اللي حاولوا يأذوك؟ انا ما كنوضح للمغاربه، خوتي المغاربه اللي غيمشيوا لي على قد عقلي، انني انا تغتصبت، انا كنت كنقول غننتقم من الرجاله، ما كننتقمش من العيالات، انا كنت كنستفز الرجاله، كنقول لهم راه كتبغيو الشهوات. انا ما كنتش، حتى انا تغتصبت، تغتصبت المره الاولى انا عندي 9 سنين، والمره الثانيه عندي 11 عام، يعني هادشي اللي خلاني ننتقم. عبد العالي دابا الطريقه باش تغتصبت، واش صدرجك شي واحد، واش تبتزك شي واحد، كيفاش اللي خلى هذا الحقد فيك؟ اغتصبوني من العائله، العائله اللي خلاتني ننتقم، يعني عائلتك، يعني كتشوف العائله ما تخليكش ملي غتغتصب من العائله. اش من سنين تغتصب؟ تغتصبت بس عندي 9 سنين ونص، وعاود المره الثانيه عندي 11 عام. الناس المقربين في العائله ولا العائله اللي الناس الناس المقربين اقرب العائله، هما اللي حاولوا يفكوا، هذوما اللي خلاوني نكره العائله، لمتها ودارنا اللي لمتهم، عرفت علاش لمتهم، حيت هما السبب، سبب سبب. كنظن ان العائله ديالك هما السبب الرئيسي، كون حشادنوك وكون كاع ما تعرفتي على العمليه الاغتصاب، كون كاع ما طرا هذا الشيء، كون كاع ما وقع على هذا الشيء، كون كاع ما عرفوا الناس كون عبد العالي الريحاوي، كاع ما تسمات على هذه السميات، لان سميات كتسيء بالمجتمع ديالنا وكتسيء بان احنا كمغاربه. عبد العالي يا خويا المجتمع المغربي ما دار ليا والو، ولكن الاسره والمجتمع المدني هو اللي ما وقفش بجنبي. فينا هما الجمعيات ديال المثليين، وفينا هما حقوق الانسان اللي غيهزوني وغيشوفونا احنا في الشارع. انا نعست المره الاولى في الزنقه وقالوا لي غنعاونوك، قالوا لي غنكريو ليك والو، كانوا وعود كاذبه من طرف بعض الجمعيات، بعض الجمعيات غيستفزوني وغيضحكوا عليا. كل ندم اليوم عبد العالي بوجه مكسوف كتحاول توضح لنا اخويا، يعني شنو بغينا نتوقعوا حياتك من هنا لواحد تقريبا واحد الشهر، كيفاش غتكون عبد العالي؟ واش غنشوفوا عبد العالي واحد النهار غادي هاد السجاده وغادي الجامع، غادي الجمعه، هاز التسبيح، كريم الساقل، خدام خدمات بحال المغاربه، 2000 3000 درهم وعايش كما كنقولوا مسلك الوقت، وغنكون راجل غنجبدل للاحسن، للاحسن غنكون راجل، غنكون خدام، غتكون عندي، ما غنكونش نتاجر في لحمي، غنكون تاجر، ما غنكونش تاجر في لحمي. عبد العالي حالتك يرثى لها، لا اله الا الله. الرساله كتبغى توجه لجل المغاربه اليوم عبر الطاقم او عبر جريده مغارب نيوز، شنو الرساله كتبغي توجه لجل المغاربه؟ انا كنقول لكم اقسم لكم برب الكعبه، ما عمركم تشوفوا عبد العالي الريحاوي في ديك الحاله اللي كان فيها، وغنتبدل وغنتوب لله عز وجل بما فيه. صافي انا عيت، انا صافي عيت، انا كنشوف راسي عيت بزاف بزاف بزاف، مابقاتش عندي الطاقه، مابقاتش عندي الرغبه لاي حاجه. صافي اسمع عبد العالي، دابا اعلنتي على راسك واحد التحدي، بغيتك تعطي المغاربه واحد المهله لان غيشوفوك فيها تغيرتي، ما هو احسن؟ الى تعاونوني ولقاو لي ماوى فين نعيش على راسي، انا كنقولها ديما، ولكن ولو ما عاونونيش المغاربه
راه عطى الله ما ندير، نبيع كنيناكس عطى الله ما ندير، راه نفرشها فراشة في الزنقة ونخدم راه عادي، نبيع تقاشر عطى الله، عطى الله ما ندير، ندير الشوكولاط كيما كيديرو نبيع كنيناكس عطى الله. ولكن نشوف الله عز وجل حيت انا خديتها بواحد حرقة صافي، ما ديتش ما والو من هذيك الطريقة. عبد العالي كيف ما قلتي وجهتي نداء المغاربة، وكيف ما قلتي واخا ما يعاونوك ولكن املنا كبير المغاربة غيعاونوك غيساعدوك غيحاولوا يكريو لك ان شاء الله، غيحاولوا يبدلوا لك الحياة اللي ما هو احسن. عبد العالي كنشكروك على صراحة دويتي معنا بقلب مفتوح، دويتي معنا بكل جرأة، لانك تحولتي انسان تحول من شيء الى شيء في هاد الايام قليلة، انسان اللي دار جال كما كنقولوا جال الدنيا، عرف بحق الزمان لا اله الا الله. كنتمنى جل المغاربه يساعدوك لا ماديا لا معنويا، لان دابا واخا يساعدوك معنويا كنحاول نقول هاد القضيه يعاونوك حتى نفسيا، دابا كنحسبك شويه متحطم بزاف اخويا، تحطمت بزاف صافي، حيت منين طحت ما لقيت حتى شي واحد في جنبي، لقيت غير الدراري ديال الزنقه متشردين، لقيت حتى واحد في جنبي. علي بغينا نستغلوا الفرصه ونوجه رساله للناس، دابا حنا دابا كيما جينا عندك وقينا الناس لا زالوا كيديروا هادشي اللي كدير انت، انا كيقول لك سول المجرب وما تسولش الطبيب، دابا انت جربتي هاد الحياه ديال اللي جربتي هادشي كله اللي كيدوزوا فيه دابا الدراري الصغار، بغيتك توجه لهم شي رساله وتكون رساله مؤثره ويعرفوا اش كيديروا منها. انا كنوجه لاي طفل او اي شاه جنسي او اي دريه او اي اللي راه ما فيه والو، قد ما استغلك واحد من اونتر بارونتيز، راه نقولها بواحد العباره اللي فاضحه حيت غير كيبولوا فينا وكيزيدوا صافي. خواتاتي دراري انا ما كان شوفي كنشوف خويا، انا كنلومش الدراري الصغار، الناس العيالات بارك عليكم من نميمه، بارك عليكم من هذا قال هذا دار هذا فعل هذا ترك، لا عزوا ولادكم وسدوا فهمكم، اللي تعجب كيتبلى، الدنيا دايره بحال ماكينه الصابون، اللي ما صب اليوم يصبن غدا، وحاولوا تحضنوا الدراري، حاولوا تكون مراقبه. انا تنقول اي ام عازبه، اي ام ما عندهاش الراجل، اي ام مات ارمله، اي اب خدام، اسيدي الالا، حاولوا تصاحبوا ولادكم، ما تخليوش الدري يمشي الحمام هو بوحدو في محتوى ديال لاج ديال 9 سنين 5 سنين وما فوق. علاش بخصوص هاد القضيه ديال تمشيش الحمام؟ الحمام راه كيكونوا بيدوفيلين، راه كيكونوا الناس اللي هو شاد جنسي وخاصو يطبق الشذوذ ديالو على دري صغير في حمام. عباد الله راه حنا ملي كنلقاو ما كنديرو كنمشيو للحماحم، عباد الله راه اللي بيدوفيلي اللي كيختصبونا راه تختصبنا في حمام، كيتلقى علينا دي زوبسيون في الحماحم، عباد الله عزوا ولادكم وسدوا، حاولوا الناس يستدرجوكم الحمام باش حاولوا يقضيو حاجه ديال شحال من مره شحال من مره شحال من مره بزاف. وكنقول لكم انني انا غنواعد كاع المغاربه غنبين لكم بشويه بشويه ان القناه ديالي ان شاء الله غنفتتحها وغنبين لكم شويه بشويه حقائق المغاربه.